السلام عليكم متابعي الملاليه، كم زين؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نشارك معكم واحد الترميله واعره واعره خطيره خطيره لا غنقولها، ديال الدجاج مشوي ولا اللحم مشوي ولا المهم تقدروا ديروها لاي حاجه. عندي المهم انا عندي هنا التجليحات، عندي واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر، وهذا الترميله ولا هاد العطريه، عندي هنا واحد الراس ديال الثومه، عندي معلقه صغيره ديال السودانيه، عندي معلقه كبيره ديال السكنجبير، الملحه على حسب داكشي اللي عندكم، واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، معلقه ونص كبيره ديال التحميره من الفلفله الحمراء، واحد نص معلقه ديال القرفه، واحد نص معلقه ديال الخرقوم، والزيت البلدي. المهم هاد العطريه هادي راه كتجي ما نقول لكم شي على الدجاج مشوي ولا مقلي، والمهم كتجي لذيذه 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 ما نقول لكم شي، على جربوها وردوا عليا الخبر. المهم غادي ندوزو على بركه الله. وعندي ما نسيت ما عطيتكم زويته بلديه. المهم دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نجيب هذا، نتمنى يكون يبان لكم كلشي. المهم داك باش نقرب لكم الدجاج، راه عندي مغسول مزيان، وغادي نزيد عليه. ها نتوما كتشوفوا ديك العطريه كلها حتى هما، صدقوني غير جربوا هاد العطريه كتجي ما نقولكمش عليها. وديك الزويته بلديه، واحد شويه ديال الماء باش تخلط لينا ديك العطريه باش ما تبقاش دايره. المهم على بركه الله، انتما كتشوفوا بسم الله، صدقوني راه هاد الشرميله راه كتجي لذيذه لواحد الدرجه اللي انا قلت لكم عيش جربوها على الضمانه ديالي والضمان هو الله سبحانه وتعالى. ديك الزعتر حتى نخلط تنفرك ديك العطريه كلها على الدجاج، عاد ديك الساعتين نزيد ديك الزعتر من فوق ونخليه يترقد واحد شويه، وعاد ديك الساعتين نمشيو نشعلو الفخر ونشويو ان شاء الله ناكل. انا هاد المره جبت هاد الجناح كاملين، ومره كنجيب عليك ديك المقسومين. المهم هما تقدرو ديرو الصدر ديال الدجاج، تقدرو ديرو الجنحان، تقدرو ديرو نفخة، المهم اللي عندكم تقدرو ديرو. كيبقى كل واحد الطريقه هي هادي، كل واحد والاختيار ديالو اشمن حاجه بغا يدير. المهم صدقوني راه كتجي انتما كتجي كتجي لذيذه لذيذه. الله دابا غادي نفرك ديك الزعتر. ايوا نتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يا ربي ينال الاعجاب ديالكم، ودائما كنقول لكم فضلا من ليس امرا، تعليق لايك ابوني الا جات على خاطركم، وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده. وبغيت نقول لكم اليوم تلاقيت واحد السيده والله العظيم فرحتني بزاف بزاف، تلاقاتني وقالت لي راني متبعاك، شي حاجه اللي زدت فرحت وشكرا لها بزاف بزاف، وشكرا لكم كلكم اللي كتابعوني. وماشي سهله باش تلاقاك واحد المتتبعه ديالك وتقول لك راني متبعك راني كنشوفك، راه صراحه ما تصوروش جيه فرحانه والله. تلاقيتها في السوق مشيت نتغدى وتلاقيتها وقالت لي انا راني متبعك، ايوا شكرا لكم بزاف صراحه الله. والله المهم غنغطي الدجاج ديالي وغنخليه ساعه ساعتين يتشرم يترقد، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشويه ان شاء الله يا ربي. خليكم معنا. المهم انتما كتشوفوا حنا كنشويو، وانا مشعلناش وما زلقناش، شعلنا غير واحد النص انتما كتشوفوا، رايحه ناكله الصراحه انا كنتمش في الهواء يطلق. انا صراحه انا دون رايحة انا او درنا شي تاع السوسيط. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم دائما فضلا وليس امرا، حتى الفيديو القادم تعليق لايك ابوني.
وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده وحتى الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي. خلينا لكم راحه ولينا صحه حسن في مغداكم اولا وشافكم. ندير الصحه ديال الزوج الاخر ديال الحلقه.